جيبها من قايد وجر، حتى شي ريحه جيبها من قايد وجر كاع. هادو انا كشفتهم في اطار جمع المعلومات والحقائق، وعندي شهاده حصريه انه شنقريحه امر الكتيبه اللي كنت متواجد فيها باش يرميو النار او يتيريو على عزل صحراويين في الحدود تاع تندوف والصحراء الغربيه. هذه عندي شهاده عليها، ونقدر اي واحد يحتاج الشهاده يقدر يتواصل معايا، ونروحوا الى المحاكم الدوليه ونورمال ندلي بالشهاده هذه. لما كنت في الكتيبه 71، ونعطيك بالنهار واللحظات والساعه وقائد سريه وقائد الكتيبه شكون، يعني ديتاي ما يخصكش. هادو كشفتهم وي نكشفهم، لاني هذه حقيقه، مانيش قاعد نغطي الشمس بغربه، قاعد نقول في الحقيقه. تجايبني على استعرف على العسكري الفار، او كاين الالاف راهم هاربين بنتكم غير انا، لاني علاش انا نبين بوجهي وقاعد نواجه فيكم بالحقيقه وبالادله، وقاعد نناقش فيكم في السياسه سوا كيما تحب، قاعد نناقش. ما حملتوهاش على بالي، ما حملتوهاش لا نتوما لا شواكركم لي جينيرو، ما حملتوهاش. هذا بلا التهديدات تاعكم في الاجتماعات، واش تهضروا واش ما تهضروش، ما حملتوهاش. لاني واش ندير، عندي قناه في اليوتيوب او صفحه على الفيسبوك قاعد نبلغ على الفساد، واحيانا نكتب رايي الشخصي في قضيه من القضايا، او في قرار من القرارات اللي تتخذها العصابه. هذا واش درت انا، هما جايبيني على اساس تعرف. شكرا لانكم راكم ديروا لي في اشهار مجاني، شكرا. لاني ما فكرش تبن، ما خاف من النار، ما درت والو، وما زلت في طريقي اللي هي طريق النضال السلمي وكشف الحقائق للشعب الجزائري وكشف الفساد.